اليوغوسلافي المدرب اليوغوسلافي كان وقتها في الوقت ده بوفيتش كان بياخدوا اليوغوسلافيا دول كل فرق أندية مصر كان كل واحد بيعملوا مدرسة الكورة بتاعة اليوغوسلافيا. كانت الكورة وقتها متقدمة في يوغوسلافيا فكله عايز ياخد المدرسة دي فكله بيدوا المدرسة وزعوها على كل اللعيبة كل مدربين كل النوادي قصدي كلها فهم جابوا كل واحد كان بوفيتش وقتها كان في نادي البحرية وقال لهم عايز اجيب الدوري سليمان عز ثلاث مرات كان رمز كبير الفريق سليمان عز لا قيمة وقامة طب كلمنا عنه ان كان رمز كبير وهو اللي صنع الجيل ده مع المدرب ده عشان يحقق البطولة ما هو اللي خرجت بره القاهرة هو عمله بقى كابتن بقى عمله ان هم ضموا المميزين اللي في البحرية جابوهم مع المجموعة اللي انا من المدرسة اللي في الأولمبي هنا اللي تربوا هم صغيرين مدرسة الكرة هنا فضافوا علينا جون ضياء وده كان جون أساسي ولعب منتخب مصر والسكران وسعد موسى وحلم سليمان وبدأ عبد الفتاح بقى قصة بدأ عبد الفتاح بدأ عبد الفتاح جالكم الترسانة وقتها ب1500 لا راح للبحريه ايوه البحريه هي لما ضمتنا جاء علينا ده من الناس اللي جبنا بيه الدوري كان هو موجود يعني ما جاش من الترسانه وقتها ب1500 لا من الترسانه اللي علينا لا على البحريه راح البحريه يعني البحريه وقتها اشتريته كانت عشان في البحريه ب1500 جنيه 1500 جنيه كان اغلى لاعب كان اغلى لاعب في الوقت ده وبرضه هو حاطط في دماغه سليمان عزت ان هو عايز ياخد الدوري بتاع البحريه كان عايز ياخد الدوري بالبحريه فهو المدرب قال له لا ما ينفعش مجموعه اللعيبه اللي موجوده هنا منفذين كويسين العيال بتوع الاولمبي فخدوا ضموا علينا المجموعه دي طب فاروق السيد بقى اقول لك واحد من ابناء اقول لك حضرتك من ابناء الاولمبي ده جاب وبعد كده راح الترام القصه بقى انه يجي من الترام تاني للاولمبي بقى فبرضك المدرب كان بيشوف المطوشه كلها فقال لك انا عايز ده على فاروق السيد يوفيتش كان مدرب كويس عينيه حلوه لا 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 وكان لعيب بيلعب منتخب في اولمبيا كان وينج ليفت جامد قوي 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 قال لك انا عايز ده المهم ده يجيبوه ازاي فكينا بسبع لعيبه يعني الكابتن فاروق السيد بسبع لعيبه وفطاحل منهم محمد الكاس اللي هو بدا نجم بعد كده راحوا من الاولمبي سبع لعيبه من عندنا ومن البحريه برضه كان في واحد اسمه محمد مصطفى واخوه وكلام من ده فضموا لهم سبعه وخدوا مين كابتن فاروق السيد وخمسه كور خمس كور وطقم وكان ده وقتها حاجه كبيره قوي خمس كور وطقم وكلام من ده المهم جه فاروق السيد لعب ورنج اليمين وبدا فتاح دخل طبعا بقى اثنين السكران كان قيمه وقامه الصراحه في السيرج باك كان قيمه وقامه الجون كان قيمه وقامه كابتننا اللي هو سعيد قطب بقى اللي هو كان موجود اقدم مننا فهو خد الكابتنه بالطريقه دي ان هو اكبر واحد واكبر واحد وعسكريا كمان احنا كلنا كنا عسكريين يعني انا كنت خريج كليه حربيه ومحمود بكر ده مين اللي خلى كابتن سعيد قطب الكابتن وقتها الفريق هو كانت مشكله سليمان عزت ولا يوفيتش وقتها لا هو الكابتنه كان بالادميه وقتها كان وقتها بالادميه وكان عايزين يدخلوا بدأ فتاح احنا رفض انا عن نفسي وقفت انا والبوري والمجموعه وانتوا عايزين واحد من الاولمبي هو كابتن لا ده مننا زي ما ماشيين بالقانون ما احنا ماشيين بالقانون في الفتره دي ادم واحد صالح شليه مين جاء القديم جاء فاحنا وقفنا فيها شويه يعني وبدا سعيد قطب هو كابتن الفرقه على طول عايز بقى سنه 66 65 66 بطوله الدوري انها تخرج بره القاهره ده كان حدث كبير هو كابتن هو الصراحه يعني احنا كان عايز نسترجع مشوار بطوله الدوري لا سليمان عزت والمدرب
وبدا احنا كنا التسعين كنا يعني في الدوري الدوره الاولانيه قبل ماتشين الاهلي والزمالك كنا ترتيبنا التاسع